عليكم ورحمة الله. من قمرنا جدة لشمسنا مكة. اليوم احنا في طريق جدة القديم عند اخونا سمير بخاري في مركزه. كيف الحال ابو سمير؟ الله يحييك استاذ. ايش عندك الليلة؟ انا عندي والله مناسبة عند الشعب، انا عازم اهل جدة، حبايب اخواني من مكة وكلهم، والله يوم طيب. من القائمة عزمت احد ولا لا؟ طيب الا كيف انت وكل واحد الملك كلهم. يعطيك العافية. كلك مع راسي حبيبي. ايش الفقرات اليوم؟ ايش حتسووا؟ ما شاء الله صحبة. ايوه. وما شاء الله وعلوم كل شيء ما شاء الله، نعمة من الله. العشاء ايش أهم شيء؟ العشاء بخاري، بخاري يا حبيبي. جو المطبوخ. ايوه احتاج. أقول لك البخاري سويته عند العلمين. ها؟ عند اللي في شارع المنصور ولا؟ لا هنا. واحد مظبوط؟ ايوه غندورة غندورة برا غندورة. السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام. يا هلا الله يحييك. المنطقة هذه شو اسم الحي؟ هذه يسموها السلامة. هذه لا السلامة يسموها حي السلامة. أم الجود. أم الجود هي أم الجود مو قدام؟ لا من هنا أم الجود. ها؟ من هنا تبدأ. أو كمان سموها أم الدرج. النزهة هي بعدين أم الجود. بعد النزهة هي على خط جدة قديم كأنك رايح. بعدين الثوبي هذا عند أبو سمرة، إيش الثوبي حقتك؟ الثوبي هذا مسويه من البيت أنا. والله أبيض؟ شعيب هذا شوف يا حمراء هذا على ناس حتى تشوف الناس يا حبيبي. شوف الناس على ناس. ها ايوه عشان اشوف الناس. ابغى كاسه كبيره تديني صغيره يا حبيبي. انا ناس نشوف الناس يا قلبي. تقول يا عمي ايش تقول يا ابو سمر؟ وهذا كم الحلو؟ يا جماعه حلو ان شاء الله. كل عام انتم بخير ان شاء الله. والله يكرمك سمير زي ما في السنه. يا عمي يا واجب تمتع من كده والله. خلي المحبه حبيبي عندي. كل ما فيها حنانك تفرش ثيوبي فرحه عشانك. سمعني كل ما فيها حنانك تفرش دروبي فرحة عشانك. وأغلى الأماني عاشت في غربة. أغلى الأماني عاشت في غربة. يا عمري تاني عطني المحبة المحبة المحبة.